الموضوع. معنا كمان تقرير عن جزارة ست اختارت مهنة غريبة كتير، مهنة كتير رجال كتير بيشتغلوا فيها، ستات يعني أنا أول مرة أسمع إنه في ست بتشتغل بموضوع جزارة اللحمة. نشوف تقرير عنها ونرجع تاني. هويدا حسني، امبراطورة اللحمة الجملي، بقالي 40 سنة في الشغلانة ورثتها أبا عن جدا. رفضت جزارين كتير في الجواز، جوزت مش جزار وعلمته الجزار. هو في الأول الناس كانوا بيستغربوا كده زي ستي واقفة وبتقطع وبتعمل ماسكة السكينة وكده. أي نعم، أه السكينة في إيدي الست في المطبخ وكل حاجة، بس مش سكينة المطبخ غير سكينة البيعة طبعا وكده. كانوا الناس بيخافوا مني كتير. كويسة وحاجات نظيفة ورجولة وزي الفل. أنا شريرة مع الشرير، يعني واحد جاي هيتغاب عليا هتغاب عليه.